روح بيت انا شفته وحبيت جدا ان انا اخليكوا تشوفوا معايا، بيت الامام، امام المتقين. وكمان عندنا الليله دي عزيزه ست، يعني بستات كتيره وبرجاله كتيره. وكمان عندنا جبل علبه، بنمر على الماضي وعلى الحاضر وبنشوف حاجات كتير في باب الخلقه. السلام عليك يا أمير المؤمنين. يا سلام، أفرق على حاجة جميلة جدا، ما أظنش إنها موجودة لا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك. إحنا إن شاء الله هنحطها، نبقى أول ناس زرنا المكان ده، وإنتوا كمان هتبقوا أول ناس شافوا المكان ده على وسائل التواصل على ما أظن يعني. لكن هو المكان اتغير خالص عما جيت أنا من حوالي 30 سنة. كان زمان على طبيعته، يعني كان حجارة وكده. دلوقتي هم عملوا الحاجات ديت ووضبوا من جوه، كان برضو من جوه حجارة كان فيها ريحة. مش عارف بقى دلوقتي هيبقى فيه ايه بعد ما حدثوا، وده التحديث ده حاجة مهمة يعني. كانش كده، كان ده صح، وكان ده للسما كده مفتوح. هم عملوا السقف تجديد، وكان دي حجاره، وكان هنا في اوضه مفتوحه، وقالوا ان دي اوضه الحسن رضوان الله عليه او الحسين. كانوا بيجوا فيها، وده عملوا مصلى برضو، كانت اوضه. وبعدين انا فاكر نخش من هنا هنلاقي الأوضة اللي نام فيها سيدنا علي بعد ما اتضرب في المسجد. أعتقد إنها في المكان ده. يعني في هذه الممرات كان يمشي الإمام علي بن أبي طالب. هم يعني حدثوا شوية، وده البير. ده البير اللي كان بيجيب مية لبيت الإمام. هو ده. ده البير. وهنا هنلاقي الأوضة. لا مش هنا. داخلين بيت العائلة. هنا كان يعيش الإمام. شوفوا التركيبات عجيبة. خش الأوضة كده. تلاقي الأوضة داخله من الاوضه. وما كانش فيها بيبان، كانوا يحطوا زمان ستاير كده، يعني قطع قماش تتلتل كده. حياه بسيطه جدا، حياه بسيطه لحاكم كبير، يعني حاكم العراق وجزيره العرب كلها واليمن ومصر. وهو عايش في البيت المتوسط المتواضع ده. ده كمان متطور. هنا ما كانش عنده سقف، ده مفتوح كده. امال الاسقف دي معموله حديثا. هتلاقي لباب بيت الامام اكتر من مخرج. وده البير. Thank you.
عظيم بقى هنا. ايوه هنا مغتسل الامام علي. هنا بقى كان نام الامام في لحظاته الاخيره. انا لما جيت بقى كان المكان ده مفتوح، ما كانش فيه شهده خالص، كان المكان ده مفتوح. هنا اهو، هنا اهو في المكان ده نام الامام في ساعاته او ايامه الاخيره، لانه يقال انه بعد الضربه بيومين انتقل، او يوم ونص او ثلاث ايام. لكن الراجل جه كشف عليه الطبيب يعني، وخلص قال لهم مفيش. أوصي يا إمام، قال لهم اتقوا الله. وبدأ يقول مواعظ كتيرة جدا جدا جدا. أوصي يا إمام اتقوا الله. يا سيدنا الإمام، احنا عايزين نشوف مين اللي هيحكم بعديك، احنا عايزين نجيب الحسن. قال لهم لا أمركم ولا أنهاكم، ماليش علاقة بقصة دي، خلاص أنا خارج من دنياكم. هو كان مستني اللحظة دي سيدنا الإمام رضوان الله عليه. علي ابن أبي طالب، حتى أنهم قال لهم اقتصدوا في الكفن، لأني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أنه يبلى سريعا سريعا، يعني كفن ده بتبص تلاقيه طار من الجسد وملوش أي معنى. حتى أنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكفنوا في جلاليب قديمة، يعني يقول لك عندي جلابية شايلها كده عشان خاطر اتكفن فيه، ما يشتريش حاجة جديدة. يقول لك المسلمين أولى باللبس الجديد بالقماش الجديد.